ليه لازم اقوله بالاول عشان الناس تفهم؟ انا اولا انا ما فهمتش يعني ايه باك اب بصراحه يعني. وقعد يتكلم نص ساعه انا ما فهمتش اي حاجه. اعتقد ان السبب الثاني لان صاحبنا ايمن كابني لففني لفه كده في مباراه شكلها يقطع القلب. وما انكرش عليكم ان انا سكران معاهم يعني مش شايف قدامي. واول مره في حياتي اتكلم قدام ناس في احسن من مباراه ايطاليا اكيد يعني. طبعا انا بس حاجه من الناس بتفهمني دي مش يعني. فلو حد يقول لي ايه موضوع باك اب ده انا ممكن اكلمكم يعني اقول لكم ايه الموضوع. خمسة بس اشرح لي الموقف. فشل بعد مشروع عملت مشروع. الفشل. ده انا ممكن اقعد اكلمكم لغايه 6 الصبح على الفشل وحياتي الفاشله ومواضيع الفاشله وممكن اخليكم تروحوا البيت تقعدوا تعيطوا وتقولوا ايه اللي خلاني نخرج النهارده ونسمع المصري اللي جاي يحكي لنا على فشل ومواضيع من اي نفس التاني. اولا انا سعيد جدا ان انا في تونس دي حقيقه يعني. انا الفنانين كل يجيوا يقولوا لا يعني انا هكلمكم في حاجه سيريس شويه يعني حاجه جد يعني زي ما بيقولوا. اوكي لما قامت 14 يناير الثوره بتاعت تونس طبعا. اولا انا عندي 51 سنه فانا مش صغير. اوكي ما لحقتش اي حدث في العالم او في التاريخ مهم يعني. في 68 كنت عايز صغير عندي 4 سنين. في 73 حرب اكتوبر كنت برضو عايز صغير عندي 9 سنين. في الثمانينات كنت عبيط وما بفهمش اي حاجه في الدنيا وعايش اسمع ديسكو ميوزك وبتاع. في التسعينات ما حصلش اي حاجه. هربت من مصر في اواخر الثمانينات علشان مبارك كان تعبنا جدا والدنيا كانت مدربكه. انتوا طبعا عشتوا نفس الفيلم وفاهمين انا بتكلم في ايه. اوكي رحت ايطاليا بدون اي تخطيط يعني. العمليه جت بمنتهى السلاسه كده. امي الله يرحمها كانت بتشتغل في السلك الدبلوماسي وبتاع وقلت لها انا عايز اسافر من البلد دي مش قادر يعني. جابت لي فيزا ايطاليا كده حظ يعني. عمليه بدون اي تخطيط يعني بدون اي انا اقول انا مسافر ورايح الحته الفلانيه عشان عايز اعمل كذا. ما كانش عندي اي مشروع في الدنيا ورحت ايطاليا. ما بعرفش اتكلم حتى كلمه ايطالي. بالعكس كنت اعرف اتكلم كلمتين ايطالي. لكن في فيلم لاحمد زكي قديم قوي ما اعرفش تعرفوه ممثل مصري مشهور كان عامل فيلم ان هو راح المانيا وكان شغال خراط وبتاع وبعد اختنى وبقى معاه فلوس. طبعا مش انا لا اختنيت ولا بقى معايا فلوس وعايش طالع ديني في اوروبا كفران يعني وبدفع اقساط وبدفع فواتير والفلوس مش مكفيه والدنيا متدربكه وعمليه بايظه خالص. المهم وصلت ايطاليا قعدت انا بقالي في ايطاليا 26 سنه يعني اكتر من نص عمري عايش في ايطاليا. لما بدات الثورات في الدول العربيه يعني المفروض انا يعني اتس ذا تايم تو دو سمثينج يو نو يو ار تو اولد يعني انت كبير في السن ومش هتقدر تعمل الحاجات دي. فحتى الثورات اللي هي بهتم بيها المهم يعني ضاعت دي كمان. فيعني اعتقد ان حياتي فعلا باك اب على الاخر يعني ما فيش حد باك اب بالمنظر ده. ايوه بالصلاة على النبي. فانا فكرتي ايه؟ ان التوانسه يعني انا جيت تونس سنه 2008 و2009 وشفت الشعب التونسي. اولا احكي لكم ارجع خطوه لورا. كان عندي انا التوانسه اعرف تونس من على الخريطه يعني. لما كنا بندرس في الجغرافيا واحنا في المدرسه كان بيقول لك تونس الخضراء وبتاع. عمري ما شفت تونسي في حياتي. عمري في حياتي ما شفت تونسي. شفت التوانسه فين؟ شفتهم في ايطاليا. والتوانسة اللي انا شفتهم في ايطاليا بيقولوا لي فكرة غلط خالص عن تونس. يعني انا قلت توانسة والله العظيم بس لا استنى لما شفت توانسة في ايطاليا وكان عندي فكرة غلط جدا عن تونس. لما جيت تونس الفكرة اتقلبت تماما يعني الفكرة بقت فكرة تانية خالص. يعني ايه الله؟ طب ما في توانسة كويسين اهو. امال التوانسة اللي في ايطاليا دول ايه جايين من ايه؟ ما تعرفش. المهم
جيت تونس بصراحه، وانا فعلا دي حقيقه. انا مش بقول لكم الكلام ده عشان انا هنا واقف، اولا انا مش عارف انا واقف هنا بتكلم ازاي وايه الجراءه اللي عندي دي وايه طالع منين كل ده. عمري في حياتي ما عملت المنظر ده. تسلم يا حبيبي ربنا يخليك. بعد شويه هبدي لك انا وانت ناكل نشرب شاي على القهوه. تعب عليا انا ده فعلا على فكره مش تمام. ف لما جيت تونس ابو قير هايله، ابو قير جميله، واسكندريه حلوه، ومصر حلوه، ومصر ام الدنيا طبعا، مصر ام الدنيا، مصر ام الدنيا طبعا. فلما لا خليني احكي الحكايه دي لان دي فعلا مؤثرات نفسيتي جدا. يعني انا لما جيت تونس كان عندي فكره فعلا عن الشعب التونسي وعن التوانسه مختلفه تماما، لان فعلا بيقول احنا عندنا في مصر في مثل شعبي، تعرف يعني ايه المثل الشعبيه طبعا، بيقول لك تعرف فلان تقول له اه، يقول لك عشرته تقول له لا، يقول لك يبقى ما تعرفوش. ودي فعلا حقيقه، يعني انت عمرك ما تعرف انسان الا لما تعاشره، تشوفه حياته اليوميه شكله ايه، في شغله عامل ايه، في تصرفاته. المهم عشان اقصر الموضوع وادي سبيس يعني سباتيو، شكو alcuno che parla italiano qua؟ No. Come solito. Voi siete tunisini. انا فعلا بحب تونس من ساعه لما جيت تونس. يعني انا اول مره لما جيت تونس وشفت الشعب التونسي ولفيت تونس ورحت حتت في تونس في توانسه كتير ما رحتهاش. يعني انا هعمل لكم الليسته، البلاد اللي انا زرتها في تونس في 2008 و2009. رحت غار المرز، رحت بيزرتا، رحت تباركة، رحت عين دراهم، رحت كل اسبوع، يعني كل ويكند اخد العربيه، ما الشركه بتدفع بس يطلع لينا ابوهم يعني يدفعوا، ايه المشكله، وانا اخد العربيه واروح. رحت كاف، رحت بازل، شفت قفصه، شفت دوز، شفت توزر، قصر جيلان، مطمطه، مدنيل، سوسه، عديت على صفاقس، سوسه القنطاوي، حمامات ما عجبتنيش. شفت حمامات اصل زي ريميني في ايطاليا، معرفش اذا حد فيكم يعرف ريميني، سخيفه جدا يعني، عامله زي شرم الشيخ كده، مش تونسيه، مش حاجه تونسيه. سوق نسوق على حمامات عشان القوانطه. نابل، قليبيا، راس الهواريه، كابون، قربص، رادس، جولات، حمام لانف، اكتر من كده اصلا ده زي حيتضامن. في بس بلد واحده حسستني ان انا في مصر، مدينه واحده بس. حد فيكم ممكن يقول المدينه دي ممكن تكون ايه؟ اثنين. في مدينه واحده دخلتها حسيت ان انا فعلا في مصر. اثنين. لا. سوسه. ها؟ سوسه. حيتضامن. مدينه على البحر الابيض المتوسط في الجنوب. لا 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 جربه ما رحتهاش جربه. لا انا عشان جربه توريست في مدينه فوق جربه كده شويه. بن جردين جابس خبر اسود. انا دخلت جابس، اولا انا دخلت جابس في 2000، استنى بس، في 2008 وكان ايام عيد الاضحى المبارك. شوفوا بقى المنظر، انا داخل بالعربيه طبعا الدنيا عيد والدنيا كلها مقفله، وانا ماشي بالعربيه في الشارع، معايا اولا في دوز، لا في طازر، قابلت واحد الماني مع واحد سويسري، قصه تانية بعدين احكيها لكم في مره تانية. الالماني ده قال لي انا هاجي معاك، المهم جاي معاه، وكان معانا واحده صاحبتنا ايطاليه، فداخل مع الايطاليه والالماني ورا وانا عربي بقى يعني فاهم. احكينا عليك داخلين جابس، دخلت جابس بلد كلها مقفله وناس ماسكه انابيب بوتاجاز زرقاء، ومعاهم انابيب بوتاجاز معاهم مسدس كده وبيحرقوا في حاجه، كل الناس عماله تحرق في حاجه. يا اخي انا مش فاهم بيعملوا ايه، عمال يعرف والناس تسالني هم بيحرقوا في ايه، قلت له مش عرفنا يا اخي بيحرقوا في ايه، الناس دي بتحرق يعني العيد الاضحى المبارك. واخد بالك طبعا بعد ما بدينا ندخل جابس ووصلنا وسط البلد كده من بعدها كله قافل، فمن الفضول اللي حرقنا عايزين نعرف بيعملوا ايه، ورحت واقف جنب ناس كده قاعدين بيحرقوا. طبعا انا لما وقفت جنبهم اكتشفت هم بيحرقوا ايه، راس العلوش. يا نهار اسود، طب ازاي
بس رحنا هناك طبعا عيد اضحى مبارك الجماعه كلهم كفايه كده قال لك السكر عشان كده بس انا بحب تونس وبحبكم كلكم بجد مش عشان انتوا هنا وثوره حتى مصر ميرسي بوكو سلمات الحضور لبنموري فيني On est là jusqu'à 9h. Merci beaucoup d'être venu. À très bientôt pour la 4e édition.